الآن هنالك موجات شرسة في الضفة الغربية تنفذها عصابات المستوطنين وحكومة المستوطنين من محاولة لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتقسيمها لعدة أقسام ليتمكنوا من السيطرة عليها، لكن الشعب الفلسطيني يقاوم، المزارع في أرضه والعامل في عمله والطالب على مقاعد الدراسة والمقاوم يخوض كل أشكال المقاومة، كما حدث فجر اليوم في محافظة جنين عندما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين، فكانت هناك اشتباكات عنيفة مع المقاومة التي تصدت لهم واشتبكت معهم، وبالتالي قوات الاحتلال لم تتمكن من تحقيق أهدافها، لكنها قامت بعمليات تدمير للأرض، للبنية التحتية، للكهرباء، للمياه، للمنازل، للمحلات، للشوارع، وأيضا للمركبات. وفي نفس الوقت قتلت 4 من الفلسطينيين وأصابت 10 آخرين، لكن الفلسطينيون هنا خرجوا إلى الشوارع في وداع الشهداء وقالوا كلمتهم الواحدة الموحدة: لا رحيل، لا ركوع، لا استسلام لهذا الاحتلال، وإن هنا باكون فليشربوا البحر، فليشربوا البحر أو يذهبوا إلى البحر. يعني مش دي الحقيقة نقطة الجدال.